بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب الإشارة والنص على الحسن بن علي عليه السلام كنا في الحديث السادس من أحاديث هذا الباب من كتاب الكافي الشريف حيث يوصي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أبناءه ومحبيه الذين التفوا حوله بعد أن ضربه اللعين ابن ملجم. وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ودعتكم وداع مرصد للتلاقي. غدا ترون أيامي ويكشف الله عز وجل عن سرائري، وتعرفوني بعد خلو مكاني وقيام غيري مقامي. إن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنى فالفناء ميعادي، وإن أعفو فالعفو لي قربه ولكم حسنه، فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيا لها حسرة على كل ذي غفلة ان يكون عمره عليه حجة، او تؤديه ايامه الى شقوة. جعلنا الله واياكم ممن لا يقصر به عن طاعة الله رغبة، او تحل به بعد الموت نقمة. فانما نحن له وبه. ثم اقبل على الحسن فقال: يا بني ضربة مكان ضربة. ولا تاثم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بعد ان ذكر مجموعه من الامور وقد ذكرناها في الحلقه الماضيه وكان فيها موعظه لهؤلاء بان يتعظوا بالموت وان يتعظوا بالحاله التي وصل اليها يقول بعد ذلك في نهاية كلامه ووصيته "ودعتكم وداع مرصد للتلاقي". الإنسان تارة يودع شخصا ويقول له عن قريب نلتقي إن شاء الله، وتارة يودعه وداع لا لقاء فيه. عادة واحد يريد يسافر بعد أيام بعد فترة يرجع يقال له ترجع بالسلامه او يقول الى اللقاء لكن احيانا واحد يروح بعد ما بيرجع اما مثلا يسافر الى مكان بعيد لا يرجع او مثلا محكوم عليه بالاعدام يودع اقربائه ويذهب او في فراش الموت امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وهو في فراش الموت في فراش الموت يقول ان توديعي لكم ليس توديع من لا يلتقي بكم في المستقبل لا انتم ايضا على الطريق الموت يلتقط واحدا واحدا والله سبحانه وتعالى يجمع الجميع في يوم القيامه هناك يلتقون يرى بعضهم بعضا، ثم يذكر لهم انه في ذلك اليوم في يوم القيامة هناك الله سبحانه وتعالى يبين لأهل المحشر منزلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يبين حقيقة كل إنسان. في هذه الدنيا يمكن واحد مؤمن عالم ضاع بين الجهال او حقه لم يراعه في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يبين للجميع منزله هذا الانسان المؤمن وتارة انسان كافر، فاسق، فاجر لكن له منزله عظيمه في الناس. في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يريهم، يري جميع الناس حظيظ منزلته. في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يقول: فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. للايه تفسير وتاويل من تفسير الايه بيان احد المصادق او من تاويلها حينما يرى اعداء امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام منزلته عند الله هو قسيم الجنه والنار هو الساقي على الحوض هو الذي يامر النار بان تاخذ الكفار والمنافقين ويامر المؤمنين الى الجنه بان يؤخذوا الى الجنه، طبعا كله بامر من الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى اوكل هذا الامر الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. حين ذاك يساء وجوههم، تساء وجوههم لأنه كانوا يعادونه ويحاولون طمس فضائله لكن هناك الله سبحانه وتعالى يبين منزلته للعالم أجمع الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول يوم تبلى السرائر استفد واحد إنسان جاي يعمل عمل هل هذا عمله بإخلاص أو عمله برياء احنا ما ندري، لأننا لا نطلع على القلوب، الا اذا احيانا من بعض الظواهر نستنبط ما في القلوب، ولا غالبا هذه من الغيب، هذا من الغيب الذي لا طريق لنا اليه عادة. زين واحد هذا يعمل عمل صالح، مرائي او متقي، ما ندري. في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يقول يوم تبلى السرائر تبلى يعني تظهر امير المؤمنين يقول لهم في المستقبل في يوم القيامه ترون ما كنت اريده منكم ولكم كنت ناصحا لكم مثل الانبياء حينما كان العذاب ينزل على أقوامهم، كانوا يمرون بأولئك الأقوام ويقولون: لقد أبلغتكم رسالات ربي، ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. الآن اللي العذاب أبادكم انكشف لكم أن هذا الشخص، هذا النبي كان يريد مصلحتكم، كان يحذركم. من العاقبة السيئة لكن رجحتم, رجحتم الدنيا على نصح ذاك هذا بالنسبة إلى يوم القيامة أما بالنسبة إلى الدنيا أمير المؤمنين كان يسير فيهم بالعدل وما كان يبطش بهم كانوا يسبونه كانوا يكفرونه كانوا يعصونه كان يداريهم لا يعاقبهم الى ان تمادوا في ذلك ما دام احد لم يجرد سيفه ولم يقتل احدا امير المؤمنين ما كان عنده شغل به الخوارج كانوا يجتمعون في مسجد الرسول في مسجد الكوفه ويصرحون بتكفير امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ما كان يصنع بهم شيئا مرة قال كلام فأحد الخوارج أُعجب بذلك الكلام، قال قاتله الله من كافر ما أفقهه، فبعض الأصحاب أرادوا أن يسلوا سيوفهم فأمير المؤمنين نهاهم عن ذلك، قال سب بسبب أو عن ذنب، بس هذه السيرة الوضاءة راح في المستقبل تشوفون ماكو احد يجي يطبقها تسلط تسلط عليهم الحجاج بالظنة والتهمة كان يقتلهم واحد يفوه بكلمة لا تعجبه كان يأمر الجلاد بضرب عنقه قبل الحجاج زياد ابن أبيه أيضا بطش به بطشة وبعد ذلك عبيد الله بن زياد وهكذا وهل جرة لذا يقول وتعرفوني بعد خلو مكاني وقيام غيري مقامي ذاك الوقت تعرف والحديث الحديث الشريف نعمتان مجهولتان لا يعرفهما إلا من فقدهما الصحة والأمان إحنا لا نصحاء لا نعرف قدر هذه النعمة إش وقت ما أصبنا بمرض ذاك الوقت نعرف معنى الصحة وهذه النعمة، وكذلك الأمان. الإنسان يعيش بأمان، ما يشعر بهذه النعمة العظيمة. لكن حينما يفقد الأمان ذاك الوقت يشعر بهذه النعمة. زين، أمير المؤمنين حاكم عليكم، يحكم بالعدل. لا يعرفون قدره. لكن بعدين عندما يجي واحد يحكم فيهم بالبطش والاستئثار، هذاك الوقت يعرفون قدر امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. في مقطع اخر من هذه الوصيه امير المؤمنين يقول ان ابقى فانا ولي دمي. لان الانسان اذا جرح عمدا هو الولي في ان ياخذ الديه او ان يقتص حسب اختلاف الموارد او ان يعفو. يعني انت الان جالس واحد عمدا او سهوا جرحك. إذا مورد القصاص أنت يحق لك أن تقتص، مو غيرك. يحق لك أن تأخذ الديه إذا كان من موارد أخذ الديه. أو يحق يحق لك أن تعفو. لأن الإنسان الحي هو ولي نفسه. الناس مسلطون على أنفسهم، هذه قاعدة فقهية مسلمة. لكن إذا الإنسان مات بسبب ضربة، يعني قُتِل. ولي دمه هو الذي يكون مخيرا بين القصاص او الدية حسب مواردهما او العفو. لذا امير المؤمنين يقول: ان ابقى فانا ولي دمي وان افنى فالفناء ميعادي لان الله سبحانه وتعالى في القران في سوره الرحمن يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وإن أعفو فالعفو لي قربه ولكم حسنه فاعفوا واصفحوا. الإمام له الولايه العامه غير ولايه كل انسان على نفسه. اذا واحد ضرب وهو في فراش الموت ما له حق ان يعفو لان حق القصاص اذا مات هذا يرتبط بالورثة مو مرتبط به يعني واحد ضربه ضربة وهو على وشك الموت ويعلم بأنه الآن ديموت يقول عفوت عن القاتل لا هذا ما يرتبط به لأن القصاص يرتبط بولي الدم مو بالمقتول الآية تقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. لكن الامام المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى له الولايه حيا وميتا. امير المؤمنين له الولايه في ان يعفو عنه. ويعفو عن الذين شاركوا في الجريمه. وله الحق ان يوكل الامر الى اولياء الدم. يعني الى ابنائه. الى الامام الحسن عليه الصلاه والسلام. زين هنا الذين شاركوا في المؤامره لقتل امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كانوا مجموعه. ابن ملجم كان المنفذ للجريمه، لكن الذين شاركوا فيها قطام هذه المراه الخارجيه والاشعث راس الخوارج وفي حديث أن الأشعث بالنسبة إلى أمير المؤمنين كعبد الله بن أبي بن أبي سلول بالنسبة إلى رسول الله. عبد الله بن أبي كان رأس المنافقين الذين نزلت فيه والذي نزلت فيه سورة المنافقون. والأشعث كان دوره في النفاق على أمير المؤمنين عليه السلام كدور عبد الله بن أبي في النفاق على رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أيضا كان مشارك في في المؤامرة والجريمة ومجموعة آخرين كانوا نا أمير المؤمنين في هذا المقطع يقول اعفوا عن هؤلاء صحيح شاركوا في الجريمة لكن لا تتبعوهم لأن في ذلك فتنة شلون تثبت أنه هؤلاء كانوا مشاركين في الجريمة وإلهم عشيرة وراح يصير اضطراب أو كلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى العفو هنا بمعنى عدم المؤاخذة الله سيؤاخذهم أما بالنسبة إلى ابن ملجم لعنة الله عليه هذا كان المنفذ والناس كلهم شافوا هو الذي ضرب أمير المؤمنين وفي مكان عام هو المسجد واعتقل في نفس الوقت فلذا الاقتصاص منه ما كان يثير اي مشكله قاتل يقتل لذا امير المؤمنين يقول بالنسبه الى سائر المشاركين في المؤامره اعفو عنهم اما بالنسبه الى ابن ملجم ما كان صالح العفو عنه هذا الانسان كان المفروض ان يقتل لانه اذا كان يعفو عنه كان يصير رمز للفساد والافساد واستقطاب الخوارج وكان يصير قديس بالنسبة لهم لذا كان العفو غير صالح لذا أمير المؤمنين لم يعفو عنه لو كان العفو صالح كان يعفو عنه كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عن اليهودية التي سمت الذراع في خيبر وجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين شاف مو من الصلاح من المصلحة العفو عن ابن ملجم لذا عفى عن البقية المتآمرين أما عن ابن ملجم قال لا تعفو عنه اضربوا ضربة لكن لا تمثلون به وإن أعفو يعني بولايتي باعتباري إماما يقول عليه السلام فالعفو لي قربه لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وفي آية أخرى يقول: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟) فالعفو لي قربه ولكم حسنه. فاعفوا واصفحوا، هذا الأمر واحد يسأل انه أمير المؤمنين قال: اعفوا واصفحوا، بعدين الإمام الحسن قتل ابن ملجم. كيف يمكن أمير المؤمنين يأمر بالعفو والإمام الحسن لا يطيع ذلك الأمر، هذا معقول؟ كلا. الجواب عن هذا السؤال أن العفو وعدم العفو في موضوعين، العفو في المشاركين في المؤامرة والقصاص بالنسبة إلى المنفذ ابن ملجم، ابن ملجم لعنة الله عليه. فاعفوا واصفحوا، الفرق بين العفو والصفح أحياناً الإنسان يعفو يعني لا يعاقب، واحد قتل اباك انت ما تقتص عنه ما تقتص منه لكن كل ما تشوفه بالشارع تعرض وجهك عنه توبخه عفوت عنه لكن وبخته لكن أعرضت عنه الصفح شنو هو؟ ترك التوبيخ يعني إذا شفته في مكان لا توبخ على فعلته وتغفر الغفران يعني الساتر يعني لا تظهر الامر لا كانما واحد ظلمك ظلم كنت تتمكن من القائه في السجن انت ما القيته في السجن بس كل ما تشوفه تذكره هذا عفو من غير صفح تاره لا ما تذب بالسجن ولا توبخه ولكن اي وقت شفته تعرض عنه تقطب وجهك فيه هنا مو غفران الغفران معناه انه تتعامل وياه تعامل طبيعي لا كانما قد حدث شيء فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم فيا <كه> <fya> لها حسره على كل ذي غفله بعد ذلك امير المؤمنين يعاود النصح فيقول هذه الأيام التي تعيشون فيها أيام معدودة أقصى حد واحد يعيش شقد مئة سنة هي مئة سنة شقد كل سنة ثلاثمية وخمسة وخمسين يوم بالقمري بالشمس ثلاثمية وخمسة وستين يوم زين مئة سنة يعني شقد يعني نقول بالسنة الشمسية ستة وثلاثين ألف يوم ستة وثلاثين ألف يوم يصير مئة سنة شنو هي ستة وثلاثين ألف يوم يسوى أنه في يوم القيامة هذه الأيام تشهد علينا على شنو قد واحد يبتلي أبد الآباد على أيام قليلة إذا أمير المؤمنين في خطبة المتقين يقول: صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة. عبد الآباد ما لها نهاية. في حديث آخر كل يوم عندما يبدأ يقول ذلك اليوم فس هذا الكلام إما مجاز استعارة أو الملك الموكل بذلك اليوم من الملائكة يقول هذا الكلام. انا يوم جديد وغداً عليك شهيد، هذا يوم جديد لكن في يوم القيامه هذا اليوم يشهد عليك. فيا لها حسرة على كل ذي غفله ان يكون عمره عليه حجة يوم القيامه الله يحتج عليك بعمرك. الايه الشريفه في سوره فاطر يقول الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ أو تؤديه أيامه إلى شقوة، أو إلى شقوة؟ هذه الأيام اللي احنا نعيش فيها، بسبب عدم صبرنا عن المعاصي، وعدم صبرنا على الطاعات، تتحول هذه الأيام إلى وسيله لشقائنا. الشقاء شنو؟ شقاء ابدي. ثم بعد ذلك امير المؤمنين عليه السلام يعظهم ويقول: جعلنا الله واياكم ممن لا يقصر به عن طاعه الله رغبه. انت ترغب في شيء هذه الرغبه لا تسبب ترك طاعه الله. ان تترك طاعه الله. واحد عنده رغبة في المال "وتحبون المال حبا جما" هذا الحب لا يسبب ان هذا الانسان يجمع المال من الحرام او لا يؤدي حقوق الله وحقوق الناس تارة واحد يجمع المال من حرام يغش في المعاملة، يرابي، يسرق، يأكل أموال الأيتام، يخون بالأمانة وتارة لا يجمع المال من حلال، يروح يشتغل شغل جائز مباح ويتقاضى راتبا او يربح في تجارة محللة، لكن هذا المال فيه حق لله وحق للناس، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إذا من الأعيان الزكوية فيها زكاة عندك بستان من نخيل حسب النصاب المذكور في المسائل الشرعية لازم تأدي زكاته، وزكاتها بسيط، عشر أو نصف العشر، يعني واحد من عشرين جزء إذا أنت ساقي هذا البستان بالماء، وإذا السماء ساقيته العشر. بعد إخراج المؤن وما إلى ذلك. هو بالحلال غرس هذه الأشجار وسقاها. وبالحلال حصل هذه الثمار لكن ما يؤدي حق الناس ولا حق الله ولا حق الله لا يؤدي لا حق الله ولا حق الناس فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون في قصة ثعلبة اللي صار ثري بدعاء الرسول ثم بخل بالزكاة أو في أموال حق الناس مستدين من الناس وقت الدين ما يسدد الرغبة في المال تسبب أن الإنسان يقصر في طاعة الله مع أن كلمة الزكاة بمعنى النمو أنت عندما تزكي الله ينمي دينك ينمي مالك ينمي ما يرتبط بك في الدنيا والاخرة لكن الرغبة في جمع المال تسبب أنه الإنسان لا يؤدي الزكاة لا يؤدي الخمس الواجب لا يصل أقرباء وهكذا سائر الرغبات عندك رغبة هذه الرغبة من الطريق الحلال أشبعها الله سبحانه وتعالى جعل الحلال هسه الله هل قد خلق أطعم أطعمة محللة حرم لحم الخنزير بس شنو الضرورة ان تاكل لحم الخنزير؟ الله سبحانه وتعالى حلل الاشربة لا تعد ولا تحصى، هل حرم الخمر والبيرة وما إلى ذلك، لماذا ليش تشرب الخمر؟ الله سبحانه وتعالى أحلل الإنسان: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ليش تروح على الحرام؟ مع أنه الحلال مشرع لك، وهكذا. جعلنا الله واياكم ممن لا يقصر به عن طاعة الله رغبة، يعني الرغبة لا تسبب القصور والتقصير في طاعة الله. أو تحل به بعد الموت نقمة، يمكن هو في الدنيا مرتاح. أكل مال اليتيم يقول ما صار شيء، وسنوات. الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله يشوف العذاب في الدنيا المصائب في الدنيا ما تكفي هذا الانسان يقول ان اخر الاخره او تحل به بعد الموت نقمه او نقمه فانما نحن له وبه يعني للموت والموت محيط بنا او نحن لله وبالله يعني نحن لله انا لله وبه يعني اعمالنا بمعونته اعمالنا الصالحه زين امير المؤمنين امر بالعفو عن المؤامرين لكن عن ابن ملجم لم يعفو لانه ما كان مصلحه في ذلك ثم اقبل على الحسن فقال يا بنيه ضربة مكان ضربه ولا تأثم اقتص من ابن ملجم لكن بضربة واحدة وأنه تمثل به لأن رسول الله نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور وشنو تمثل به يعني ثم ماذا يعني تريد بل... تبرد قلبك مثلا شنو إنسان لازم عواطفه الشخصية يخليها في إطار الحكم الشرعي واراده الله سبحانه وتعالى وصلى الله على محمد واله الطاهرين